Yeah.
rather than that bullet. It's sort of a guy with two big machetes. You know, taser, yeah. And then the gunshots. We had them after that. مشاهدينا الأعزاء، هذه الصور تأتينا الآن من العاصمة البريطانية لندن، وفيما يبدو أن هناك تجمعا من رجال الشرطة قرب أحد الجسور في العاصمة لندن. والشرطة البريطانية كانت قد قالت أن رجلا قد أصيب بالرصاص في حادث على جسر لندن في قلب العاصمة البريطانية. وقالت الشرطة أيضا أننا أي الشرطة البريطانية في المراحل الأولى من التعامل مع حادث على جسر لندن، وكانت الشرطة قد أغلقت جسر لندن للوقوف على طبيعة هذا الحادث، ولم يتبين حتى اللحظة ما إذا كان هذا الحادث له دوافع جنائية أم له حوادث إرهابية. على كل، نشاهد هذه الصور على هواء مباشرة من جسر لندن في العاصمة البريطانية لبعض من رجال الشرطة الذين يقومون بعملية لإخلاء جسر لندن بعد حادث طعن قام به أحد الأشخاص المجهولين حتى هذه اللحظة. والشرطة البريطانية تقول أنها تتعامل مع حادث طعن لأحد الأشخاص على هذا الجسر. إذن هذه الصورة تأتينا على الهواء مباشرة من العاصمة لندن، وهناك العديد من رجال الشرطة يحاولون إخلاء الجسر من المشاوة من المرة ومن المواطنين، تمهيدا للبحث في خلفية وفي دوافع هذه الحادثة التي لم تتضح طبيعتها حتى هذه اللحظة، ما إذا كانت طبيعتها لها دوافع جنائية أم لها دوافع إرهابية. على كل، أغلقت الشرطة البريطانية جسر لندن بعد هذا الحادث وما زالت تتعامل مع هذا الحادث. لمزيد من التفاصيل حول هذا الحادث وتداعياته تنضم إلينا من العاصمة البريطانية لندن الأستاذة عزة زفتاوي الكاتبة الصحفية. أستاذة عزة، هل لديك تفاصيل أكثر حول هذه الحادثة؟ أهلا بك. يعني هذا الحادث وفقا للمعلومات المتوفرة حتى اللحظة ووفقا للبيانات التي وضعتها شرطة العاصمة البريطانية، هذا الحادث حادث طعن وقع في منطقة لندن بريدج في الساعة الثانية إلا دقيقتين ظهر هذا اليوم. تم إلقاء القبض على هذا الشخص الذي تم التعامل معه من قبل الشرطة البريطانية. الأخبار المتوفرة حتى الآن أنه استطاع أن يقوم بطعن 5 أشخاص على الأقل، تم اعتقاله. هناك بعض البيانات التي أفادت من الشرطة البريطانية أنه تم تحويط المكان وأخليت منطقة لندن بريدج. أيضا تم يعني تمرير الناس المتواجدين وتفريغ المكان من المرة. شرطة مكافحة الإرهاب وصلت إلى المكان، هي تتعامل مع الحادث بشكل مشدد. إلى الآن لا يمكن وصف هذا الحادث إذا كان هو إرهابيا أم لا. نحن في انتظار البيان الشرطة التي تؤكد بهذا الحادث وتعطي له الصفة المصدر. هل كان خلال الأيام الماضية والساعات الماضية تحذيرات من قبل الشرطة لعمليات أو ما شابه، أم أن الأمر كان أمر عارضي؟ الحقيقة هي حدثت بطريقة مفاجئة، ولكن يعني دعني أقول لك وفقا للتطورات الأمنية الحادثة في بريطانيا. بريطانيا منذ أقل من أسبوعين قامت بتقليل درجة الخطر في بريطانيا بشكل عام. هي كانت تضع الوضع الأمني عند درجة مرتفعة ولكنها وضعتها في الدرجة الثالثة، وهو احتمالية أو تحسبا لوقوع أخطار أمنية، بما يعني أنه كانت هناك توقعات أن الأوضاع الأمنية مستقرة إلى حد كبير، ولكن احتمالات أن تقع بين وقت أو آخر ما شابه من هجمات. نعم، لكن كما تعلمي أنا بعد أقل من شهر هناك احتفالات عيد الميلاد. لا، الأهم من ذلك قبل الانتخابات، نحن في بريطانيا مقبلين على الانتخابات البريطانية قبل أقل من أسبوعين، وهذا ما كنت أريد التأكيد عليه.
جلالة الزمن والتوقيت. هناك من يرى انه او علامه كبيره لماذا الان مثل هذه الحادثه تقع قبل الانتخابات باسبوعين، وما هي يعني الدلاله وراء هذا الحادث. هي كلها قراءات، كلها محاولات لايجاد تفسير لربط بين توقيت وقوع الحادث وبين الانتخابات التي على الابواب بعد اسبوعين. طيب، في مثل هكذا حالات يا استاذ عزه، كيف تتعامل الشرطة البريطانية؟ هل تقوم بإخلاء هذا الجسر لمعرفة طبيعة هذه الحادثة؟ أم أن هناك ربما إجراءات أبعد من هذا الجسر ويتم رفع ربما حالة التأهب من قبل قوات الشرطة في كافة أنحاء العاصمة؟ يعني في التو واللحظة الشرطة البريطانية متواجدة بكثافة، عربيات أو سيارات المطار الإطفاء وأيضا سيارات الشرطة متواجدة في المكان. قامت بإخلاء منطقة كبيرة جدا بالقرب من الحادث الذي وقع على الجسر. أيضا السوق الشعبي في منطقة لندن بريدج تم إخلاء المطاعم والمحال التجارية وتم إغلاقها تماما. أيضا هناك بعض المستشفيات بالقرب من المنطقة تم إعطاء إنذار لهذه الأماكن بعدم التحرك. الشرطة تتعامل بجدية وبشكل مشدد، الإجراءات الأمنية شديدة جدا في المنطقة. كما نعلم أنه كل الاحتمالات موضوعة طبعا. شرطة مكافحة الإرهاب تحركت بالفعل لتبحث الدوافع بعد إلقاء القبض على هذا الشخص. ربما سوف نستفسر أكثر ونعرف مزيد من التفاصيل حول الدوافع وراء هذا الحادث. إذن يعني في مثل أيضا هكذا الحالات يا أستاذ عزة، هل يعني في وقت معين بتاخذ الشرطة البريطانية لتحديد ما إذا كانت أو تحديد طبيعة هذه العملية إذا ما كانت إرهابية أم جنائية أو حادث عرض؟ يعني هل في وقت قدامنا كتير ولا خلال ساعات قليلة؟ أعتقد أنه أعتقد أنه يمكن بنهاية هذا اليوم تتضح التفاصيل أكثر صباح الغد. يعني نقدر نقول ده الحد الأقصى. سوف تكون هناك بيانات رسمية من الشرطة سوف تضع كل التفاصيل أمام الرأي العام، حتى من باب الطمأنينة للجمهور. وللمرة في هذه المنطقة هي منطقة حيوية بالضبط، هذه المنطقة النهاردة يوم جمعة وهو يوم عمل الحكومية والبنوك وما إلى ذلك وهو يوم عمل. لو توضحي طبيعة هذه المنطقة اللي في قلب العاصمة، هل تشهد زخم من المواطنين في هذه في هذا التوقيت أو في هذه الأثناء؟ هي في منتصف أو في وسط العاصمة البريطانية، هي منطقة معروفة جدا، هي منطقة سياحية موجود فيها طبعا سياحية. أيضا هي منطقة مليئة بالمؤسسات الحكومية، أماكن العمل، البنوك، فيها سوق شعبي كبير يرتاد السائحون، وأيضا يعني استطيع اقول انها لا تهدأ، يمكن 24 ساعه هي دائمه الزحام والحركه. فبالتالي هي منطقه مهمه وتعطي ومواصله الى اماكن كثيره، هي قريبه من ويستمنستر، قريبه من اماكن مقر الحكم في بريطانيا. فاعتقد انه ايضا هذا المكان مهم جدا لامكانيه السيطره عليه ووضع يعني الشروط الامنيه والاجراءات الامنيه حتى يمكن ضبط الاماكن لتحرك الناس في الاماكن المختلفه في لندن وان تشعر الناس بالامان. اعتقد ده دور الشرطه الان، ان تعطي هذه الاجراءات حقها وتعطي ايضا الطمانينه والدوافع وراء ذلك، سوف يفرق كثيرا معنا. الأستاذ عزة الزفتاوي الكاتبة الصحفية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، حدثتنا من العاصمة البريطانية لندن.
من لندن ايضا ينضم الينا الاستاذ احمد المصري الكاتب والمحلل السياسي. استاذ احمد ارحب بك على اكسترا نيوز، وهل لديك تفاصيل اكثر حول طبيعه هذه الحادثه التي جرت على جسر لندن منذ قليل؟ نعم، للاسف حتى الان المعلومات شحيحه جدا حول هويه منفذ الحادثه، لكن من الواضح جدا انها تندرج ضمن حالات او عمليات الطعن الإرهابية التي كسابقاتها التي تمت سواء في لندن أو في عواصم غربية أخرى. هذا توقع، هذه ستكون يعني نعم، لكن حتى الآن لا يوجد معلومات من الشرطة. البيان الأول قال أن هناك حادث طعن، تعرض عدد من الأشخاص للطعن في منطقة جسر لندن، لكن لم وأن الشرطة أردت المنفذ قتيلا، بل يعني اطلق عليه الرصاص. حتى الان لا يوجد اي تفاصيل اخرى حول هذه، لكن من المتوقع ان يكون هذا الحادث كالحوادث الشبيهه السابقه في لندن، سواء التي تمت امام البرلمان او حادث الطعن الذي تم في منطقه ايضا في وسط لندن، في منطقه مكتظه في احد الامسيات يعني مثل مثل اليوم. لكن على الاغلب هذه عمليه تحمل بصمات تنظيم داعش، على الاغلب سوف يصدر التنظيم بيانا يتبنى في هذه العمليه ويقول ان هذا الشخص لقد تم تجنيده عبر الانترنت، او ربما يكون ايضا من العائدين من سوريا الذين الدواعش الذين تم إطلاق سراحهم مؤخرا وعادوا إلى بريطانيا، أو ربما يكون تأثر غالبا من الذين تأثروا بالإنترنت وأن تم تجنيده عبر شبكة التواصل أو الشبكة العنكبوتية. نعم، هذه الحادثة تأتي قبل أسبوعين تقريبا من انتخابات برلمانية هامة في بريطانيا، وقبل أقل من شهر من احتفالات عيد الميلاد. هل هناك دلالة في اختيار هذا التوقيت؟ على الأغلب يعني لا أعتقد أنها مرتبطة بالعملية الانتخابية التي ستجري قريبا، لكن نعم التنظيم دائما ما يختار إن صح وكان هذا هو الحادث من تدبير تنظيم داعش، سوف يعني اختياره قبل أعياد الميلاد. هذه هي الطريقة، فرأينا في هولندا وفي فرنسا أكثر من مرة تمت عمليات مشابهة خلال فترة الأعياد أو تسبق فترة الأعياد في الغرب. وبالتالي هل تتوقع إجراءات أمنية مشددة خلال الأيام القادمة من بريطانيا؟ غالبا ما تقوم المملكة المتحدة بفرض إجراءات أمنية مشددة خلال فترة الأعياد، ويكون هناك مراقبة للأسواق، لكن في الفترة الأخيرة كانت الإجراءات الأمنية قليلة نوعا ما خاصة في المملكة المتحدة. أعتقد أن ما يحدث الآن في بريطانيا له علاقة أيضا بملف آخر ربما ستشهده أو القادم إلى 10 داونينج ستريت إلى رقم 10 في الحكم رئيس الوزراء في المملكة المتحدة في رئاسة الوزراء، سوف يأخذه بعين الاعتبار، ألا وهو ملف جماعة الإخوان المسلمين، والذي ترفض المملكة المتحدة حتى اليوم أن تصنف تلك الجماعة حتى اليوم بأنها جماعة إرهابية، رغم أن هناك تقارير حكومية كثيرة وأمنية تقول أن تلك الجماعة تتبنى فكرا متطرفا، وهو ما توصل إليه تقرير حكومي مؤخرا، وأوصل الحكومة البريطانية بحظر الجماعة ووقف نشاطاتها تماما على أرض المملكة المتحدة. ربما سيكون هذا الحادث يعني شرارة حتى تنفذ المملكة المتحدة وعودها للمواطنين هنا بأن بحظر تلك الجماعة، وأيضا بتوصيات التقارير البرلمانية أو التقارير. وكان هناك لجنة برلمانية شكلها كاميرون لدراسة أنشطة جماعة الأخوان الإرهابية طبعا، وإذا ما كانت ضالعة بالإرهاب أم لا، لكن حتى هذه اللحظة يبدو أن هذا التقرير تم التدخل فيه من بعض العناصر، وربما كانت هناك أيضا ضغوط من بعض الدول المؤيدة لجماعة الأخوان الإرهابية وما شابه، والكثير ربما لا يعول على المملكة المتحدة في اتخاذ موقف ضد جماعة الأخوان البريطانية. لكن مثل هكذا حوادث، هل من الممكن أن تضغط حوادث داخلية طبعا تتعلق بالإرهاب
من الممكن إذا ما صحت يعني أن هذه الحادثة هي حادثة إرهابية، هل من الممكن مثل هكذا حوادث أن تضغط على الحكومة البريطانية لأن تأخذ جديا فيما يتعلق باعتبار جماعة الإخوان هي جماعة إرهابية؟ مؤخرا شاهدنا أو منذ سنوات شاهدنا أنها أدرجت حركات مثل حركة حسم وحركة لواء الثورة التي هي تابعة بشكل أو بآخر لجماعة الإخوان الإرهابية، أدرجتهم في كيانات باعتبارهما كيانين إرهابيين، لكن الحكومة البريطانية لم تدرج الجماعة الأم وهي جماعة الإخوان باعتبارها حركة وجماعة إرهابية. ألا تمثل هذه الحوادث ضغطا على الحكومة البريطانية لاعتبار هذه الجماعة أنها جماعة إرهابية وبالتالي تؤثر على الداخل البريطاني؟ بالطبع هذه سوف تكون، يعني الإعلام غدا سوف يتناول هذه الحوادث هذه الحادثة وسيسترجع أيضا الحوادث السابقة ومواقف الحكومات البريطانية المتعاقبة خلال السنوات الماضية، سواء كانت حكومة كاميرون أو تيريزا ماي أو حتى حكومة جونسون. لكن على يعني أنا يعني أعتقد أن حكومة جونسون حتى في الوقت القريب كانت إذا ما استمرت تلك الحكومة كانت ستتخذ مواقف أكثر تشددا تجاه جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، إضافة إلى أنها أيضا كانت ستشدد الإجراءات الأمنية أكثر. أعتقد أن هذه الحادثة كما تفضلتم سوف تكون يعني مادة دسمة للإعلام البريطاني لاسترجاع التقارير التي تم العمل بها والتقارير التي قدمت للحكومات البريطانية المتعاقبة ووصلت إلى أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، لكن الحكومات البريطانية المتعاقبة لم تأخذ بذلك التقرير، يعني لم تأخذ ذلك التقرير بعين الاعتبار وتقوم بحظر الجماعة. لكن الإعلام البريطاني بالتأكيد غدا صباحا سوف يشير إلى هذه النقطة وسوف يتم استرجاع كيفية التجنيد وما إلى ذلك، رغم أنه سوف يتم التركيز أكثر على تنظيم داعش، لكن بالمجمل سوف يتم التطرق لجماعة الإخوان المسلمين وأن يجب على المملكة المتحدة أن تكون متشددة أكثر تجاه خاصة طالبي اللجوء ومن الحركات الإسلامية التي تتخذ من لندن مقرا لها، حتى أن هناك جماعات محسوبة معارضة على السعودية على دولة الإمارات على بعض الدول الأخرى العربية وهي تتخذ من لندن مقرا لها وهو يعتبر موقفا معاديا لتلك الدول. وهذه الجماعات معروفة باتصالاتها المتشددة مع جماعات متشددة في المنطقة، بالتالي يعني هذه الحادثة ربما تفتح ملف الجماعة الإرهابية ككل وخاصة جماعة الإخوان المسلمين في المملكة المتحدة مرة أخرى. طيب نذكر أن ربما موقف نذكر أن الشرطة البريطانية حتى هذه اللحظة لم تعلن عن أن هذه الحادثة هي حادثة إرهابية أو لم تعلن حتى عن طبيعة هذه الحادثة، ربما تكون حادثة جنائية وربما تكون حادثة إرهابية، لكن أنت تتوقع أن تكون هذه الحادثة بهذه البصمات هي حادثة إرهابية لتكرار؟ هم في الغالب يتكتمون في البداية حتى إذا كانت هذه الحادثة هي سلسلة، ربما تكون هناك أفراد آخرين لهذا الشخص المشتبه به ويكون هناك إذا ما صح وكانت هذه حادثة إرهابية، فبالتالي يتكتمون في الفترة الأولى ثم تخرج الشرطة ببيان يكون أكثر تفصيلا في القريب العاجل. طيب ما الإجراءات تحديدا التي تتخذها الشرطة البريطانية في مثل هكذا أحوال أو حوادث؟ هي كما نشاهد حاليا هي تخلي جسر لندن من المارة ومن المواطنين، هل يعني هي توسع من قاعدة الاشتباه؟ هل هي توسع من المكان التي تقف فيه التي تحاول إبعاد المواطنين في يعني دائرة الاشتباه؟ هل تقوم بتوسيعها أم أنها تنحصر في هذا الكوبري فقط أو هذا الجسر؟ لا، هي بالطبع يعني سوف تغلق المنطقة، يعني بالتالي أي منطقة يتم فيها عملية إرهابية تطالب الحكومة البريطانية غالبا المواطنين بالابتعاد عن تلك المنطقة وعدم الاقتراب منها، وبالتالي وتغلق المنطقة تماما. لكن لا أعتقد أنه سوف يتم إغلاق مناطق أبعد أو أوسع من تلك من جسر لندن، خاصة وأنه حتى الآن يعني لا نعرف إذا كان هناك له هذا منفذ الحادث له شركاء أم لا. غالبا في نفس الوقت تقوم يعني بمجرد التعرف على هويته من قبل الشرطة المنفذ العملية يتم مداهمة منزله في نفس الوقت والتعرف على أصدقائه وما إلى ذلك، وإذا كان هناك اشتباه
بشيء ما خلال ساعات يتم أو أقل يعني يتم مداهمة المنزل واعتقال أصدقائه أو التحقيق مع أفراد عائلته فورا. فأعتقد أن هذا ما يتم الآن حتى تكون هناك صورة أوضح للشرطة عندما يتم المؤتمر الصحفي حتى إذا ما تم سؤال أحد يعني عن شيء يكون الشرطة لديها معلومات كافية. طيب أستاذ أحمد، أنت تتوقع أن هذه الحادثة لا بصمات إرهابية من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابية الذين عادوا ربما إلى من سوريا والعراق أو الذين تم تجنيدهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل هناك إجراءات اتخذها الشرطة البريطانية لتتبع هذه العناصر الإرهابية التي جاءت من سوريا والعراق أو حتى تتبع مواقع إلكترونية تحاول تجنيد بعض العناصر في الدول الغربية وفي بريطانيا تحديدا؟ نعم هناك إجراءات، لكن أنا أعتقد من وجهة نظري أن الحكومة البريطانية لا تبذل جهدا كبيرا في تتبع تلك العناصر، خاصة أن منفذ عملية مانشستر الشهيرة التي راح ضحيتها عدد كبير من من البريطانيين في السابق، هو كان شارك في 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 شارك في القتال في ليبيا وكان ينتمي إلى جماعة إرهابية أيضا، وأخي يعني أخو منفذ انفجار مانشستر معروف لدى الحكومة البريطانية، إضافة إلى أن والده كان إمام مسجد معروف بتطرفه في مانشستر، ولا زال هذا الشخص مقيم هناك. فالحكومة البريطانية يعني نوعا ما متساهلة مع تلك العناصر كما أسلفت في البداية، خاصة مع عناصر أخرى سواء كانت سعودية أو حتى مصرية، يعني من المعروف أن على سبيل المثال للحصر أن أحد قيادات الإخوان المسلمين الإرهابية أو أغلبهم مقيمين في يعني ليس في تركيا فقط، وأن هناك قيادات مثل إبراهيم منير مقيم في لندن ويتخذ من العاصمة البريطانية مقرا للجماعة، وأن وعلى العكس ربما يقومون أيضا بجمع تبرعات. الحكومة البريطانية لا تتخذ الإجراءات سوى عقب حوادث مشابهة مثل تلك، لكنها لا تقوم بمراقبة هؤلاء بشكل مستمر، لا تقوم باعتقالهم، لا تقوم باستجوابهم بشكل دائم على غرار بعض الدول الأخرى مثل فرنسا أو بلجيكا أو دول غربية أخرى أو الولايات المتحدة حتى. فبالتالي الإجراءات البريطانية غالبا ما تشدد عقب الحوادث ثم تعود مرة أخرى وتتراخى الأجهزة الأمنية في ملاحقة تلك العناصر. بالتأكيد هذه العملية يعني أنا من وجهة نظري أن هذه العملية تحمل البصمات، خاصة أن حوادث الطعن هذه للمارة في الطريق تشهدتها أكثر من مدينة غربية وأغلبها كانت تحمل بصمات تنظيمات إرهابية مثل داعش أو الإخوان. طيب لماذا تعتمد هذه العناصر على هذه الآلية في الهجوم أو في إحداث هذه الهجمات؟ في مثل هكذا حادث إذا ما صح أن هذه الحادثة هي حادثة إرهابية، هي لم تؤدي إلى خسائر كبيرة، يعني حتى هذه اللحظة لم يعلن عن وفاة أحد أي من الأشخاص جراء هذه الحادثة، لماذا يعتمد تنظيم داعش الإرهابي في هذه الأيام في أوروبا تحديدا على حوادث الطعن في هجماته ضد الدول الغربية؟ نعم الهدف هو الإرهاب يعني الإرهاب وتأليب يعني محاولة الاستعراض شو أوف لتلك الجماعات بأننا قادرين أن نصل وننفذ عمليات، رغم أنها كما تفضلتم لا تؤثر، لأن لا يوجد خسائر في الأرواح كثيرة، أغلبها كانت عمليات إما دهس أو طعن أو ما إلى ذلك، فلكنها لكنها تزعزع المجتمعات الغربية. الأمن بالنسبة أو بالنسبة لتلك المجتمعات وأعتقد للمجتمعات العربية أيضا هو أغلى ما تملك يعني، فبالتالي هو يحاول أن يزعزع هذه الأمن والاستقرار في الدول. مصر تعرضت يعني لأكثر من هجمة كان هدفها أيضا زعزعة الاستقرار في 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 دولة آمنة مثل مصر أو في دولة مثل بريطانيا، نفس العملية، هذا هو هدفهم أن لا نخرج آمنين في الشوارع، نحاول أن نكون خائفين، زرع الخوف إرهاب، هو يعني هذا هو جوهر الإرهاب بحد ذاته، أن تمشي في أو أن تسير في شوارع مدينة ما في دولة ما وأن لا تكون آمنا على نفسك، هذا ما يحاولون أن يفعلوا. ولكن لا أعتقد أن هذه العمليات تؤثر سواء في المجتمعات الغربية أو حتى في المجتمعات العربية، خاصة في ظل المجتمعات بدأت تلفظ هذه العناصر تماما،
لم تعد هذه الأمور تنطلي علينا وأنهم متمكنين وأنهم يقوموا بذلك. هناك عجر ربما أستاذ أحمد نقلا عن الشرطة البريطانية التي تقول أن نتعامل مع عملية الطعن عند جسر لندن باعتبارها عملا إرهابيا. إذن هذا هو آخر التطور في هذا المشهد وهذه الحادثة، أن الشرطة البريطانية تتعامل مع هذه الحادثة باعتبارها عمل إرهابي. لم تؤكد أنها عمل إرهابي، لكن هي تتعامل باعتبارها عمل إرهابي، أي من المحتمل أن يكون عمل إرهابي. وكما حضرتك ذكرت أن يبدو أن هناك بصمات جدية تأخذها الشرطة البريطانية بجدية من أن هذه البصمات تحمل عملا إرهابيا، وهي بصمات لعناصر تنظيم داعش. حتى هذه اللحظة هي مجرد شكوك متزايدة من قبل الشرطة البريطانية، وليس بيان نهائي أو بيان يقيني من قبل الشرطة التي تقول أنها تتعامل مع هذا مع هذه الحالة أو مع هذه الحادثة باعتبارها عملا إرهابيا. إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد أحمد المصري الكاتب والمحلل السياسي. على أي حال شكرا جزيلا له على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة، وما جاء على لسان الشرطة البريطانية منذ قليل يبدو أنه يأتي في سياق ما ذكره أيضا الأستاذ أحمد المصري الكاتب والمحلل السياسي من لندن عندما قال أنه يتوقع أن تكون هذا الحادث أو هذه الحادثة حادثة إرهابية. الشرطة البريطانية منذ قليل قالت أنها تتعامل مع هذه الحادثة باعتبارها عملا إرهابيا. هناك توقعات كبيرة ربما عن أن هذه الحادثة قام بها بعض من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، والبعض يدلل على ذلك بأن هذه البصمات التي جاءت وجرت في هذه الحادثة مشابهة لحوادث أخرى جرت على ذات الشاكلة سواء كان في بريطانيا أو حتى في فرنسا أو في هولندا أو في بلجيكا وغيرها من الدول الغربية التي تحاول عناصر تنظيم داعش الإرهابي زرع بذور الإرهاب في هذه المجتمعات من خلال هذه الحوادث كالطعن، حوادث الطعن أو حوادث دفس السيارات، وهذه الحوادث التي ربما تكون بسيطة في تأثيراتها لكنها على الأقل هي تفعل عملا إرهابيا وتروج للإرهاب في هذه الدول وتشيع مناخ الإرهاب في الدول الغربية. على كل نحن ننتظر البيان النهائي والأخير للشرطة البريطانية التي تقول أنها تتعامل مع هذه الحادثة باعتبارها عملا إرهابيا. حتى الآن يبدو أن قتيل على الأقل بحسب ما أفادت بعض وكالات الأنباء ووسائل الإعلام قتيل على الأقل جراء هذه العملية. لا ندري إذا كان هذا القتيل هو الذي نفذ حادث الطعن أو الذي حاول تنفيذ حادث الطعن أو أن شخصا آخر قتل في هذه العملية. على كل نحن ننتظر ونتابع معكم مشاهدينا الأعزاء ونتابع هذه الصور التي تأتينا من العاصمة البريطانية على الهواء مباشرة لحادثة الطعن التي جرت قبل قليل. وكما قلنا هناك قتيل على الأقل في هذه الحادثة، والشرطة البريطانية قامت بإخلاء المواطنين والمشاة ربما على جسر لندن من أجل التعرف على طبيعة هذه الحادثة والتعرف أيضا على هوية القتيل الذي نتج عن هذه الحادثة. هذه الصور نراها وهناك العديد من قوات الشرطة ورجال الشرطة البريطانيين وسيارات الشرطة التي تقف على جسر لندن في انتظار التأكيد ودراسة هذه الحادثة ومن ثم الإدلاء بتصريحات أكيدة حول طبيعة هذه الحادثة وإذا ما كانت حادثة جنائية أم حادثة إرهابية، وإن كانت كل المؤشرات تشير إلى أنها حتى هذه اللحظة حادثة إرهابية باعتبار التصريح الأخير الذي صدر عن الشرطة البريطانية الذي يقول أنها تتعامل مع هذه الحادثة باعتبارها حادثة إرهابية. تزيد من التوقعات في أن هذه الحادثة لها علاقة بتنظيمات إرهابية وتحديدا عناصر داعش الإرهابية. Thank you.
Thank you.